خصوصا انت عند باب رحمة الله، عند امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. لما بالرواية يسأل من الامام الصادق سلام الله عليه: يا ابن رسول الله، ما هو ذكر الله؟ قال: ذكر الله هو علي بن ابي طالب صلوات الله وسلامه عليه. روايات في فضل امير المؤمنين بالالاف حقيقة عن رسول الله والأئمة الطاهرين. أم اتخذوا من دون الله شفعاء؟ قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. قل لله الشفاعة جميعا، له ملك السماوات والأرض، ثم إليه ترجعون. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون.